يعيش سكان دوار الشافع بلدية سيدي بن عدة ولاية عين تيموشنت ظروف اجتماعية صعبة ومشاكل عدة أهمها مشكلة السكن، يطالبون السلطات المحلية بترحيلهم لسكنات لائقة. مراسلنا بومدين بارودي زار هذه القرية وعاد لنا بالتالي. هنا بدوار الشافع بلدية سيدي بن عدة يعيش سكان هذه المنطقة ظروفا اجتماعية صعبة أرقت حياتهم، وعلى رأسها مشكل السكن، فغالبية السكنات مهددة بالانهيار. هي ظروف دفعت بسكان هذه القرية للتوجه لعدسة كاميرا قناة الأجواء ونقل انشغالاتهم ومطالبة السلطات المحلية بالتدخل العاجل وترحيلهم لسكنات لائقة. قاطنين ولد عين تيموشنت بلدية سيدي بن عدة قاطنين بدوار شافع في البيوت القزيرية، ونقول لكم بلي الصورة هي اللي غتمدكوش لا غرب. حنا رانا ساكنين هنايا تحت الزنك، الفوعة، الطوبات، العقارب، والله ما قدينا. ناشدنا السلطات لا غالب. انا ناشد الرئيس، انا لا غالب شنو نقول لك، مانيش قد نهضر. انا نطالبو بالترحيل، راه خاصنا سكنات لائقة اللي تصون كرامة المواطن. نطالبو السلطات باش ترحلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رانا ممثلين الحي دوار شافع، احنا في بلدية سيدي بن عدة ولاية عين تيموشنت. نقولوا احنا رانا نطالبوا باش حنايا يشوفوا الكرامة تاعنا، وحنا ناس رانا بوليداتنا الناس يشوفوا كرامة دايرين. راه تشوفوا بعينيكم، راكم تشوفوا كثير. احنا نطلبوا السلطات المحلية والوالي عين تيموشنت ورئيس الدائرة باش يشوف الحياة كي راها دايرة، باش يجي يشوف لنا حل. احنا يديروا لنا حل، ما كانش مشكل. احنا ما راناش نضغطوا عليهم قوم سكنونا غدوة، شنو يديروا لنا حل؟ درك حنا ما راناش فاهمين كاع كي عادي يصرى لنا مور هاد الناس. الناس عادي تروح الله يسهل عليهم، هنا يروحوا يهدموا لهم الله يسهل عليهم، خاطر راهم مغبونين كيما رانا مغبونين حنا. بصح حنا اللي رانا باقيين خصهم يجوا يديروا لنا حل، ما يوعدوناش بالوعد الكاذبه، خاطر حنا عادي يديروا علينا قرياج ويجيبوا الابليس هنايا. ايوا حنايا ما عندنا طريق اللي دخلنا، كلونديستا ما يهود، ما عندنا نجيبوا باش نجيبوا غاز. كلونديستا كون تقول له روح هود يقول لك ما نهودش، يقول لك ما عندكمش الطريق. احنا يجوا يديروا لنا حل. سكان دوار الشافع وهم على امل ان يتم الاستجابه لندائهم وترحيلهم لسكنات لائقه تصون كرامتهم.